الحديث. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الحديث، لو أن رجلا جامع أهله في اليوم مرتين، هل عليه كفارة أم عليه كفارتان؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الذي رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط. وكذلك من جامع في عدة أيام فعليه كفارة بعدد الأيام التي جامع فيها، ولا تجزي عن كفارة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم.